في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم، وزارة الداخلية تعلن عن إجراءات تيسيرية لهم بدءا من اليوم ولمدة أسبوع كامل. روسيا تتجه لحصار باخموت في دونيتسك وتدمر مواقع للقوات الأوكرانية باتجاه زابوريجيا. البيت الأبيض يقول إن تحديد سعر النفط الروسي سيكون له تأثير في الحد من قدرة بوتين على الحرب. نشط العاشرة من النيل الأخبار، أهلا بكم. أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن التعاون مع وزارة الداخلية في استخراج الأوراق الثبوتية وتصاريح العمل ووثائق السفر للأشخاص ذوي الإعاقة بالمجان على مستوى الجمهورية بدءا من اليوم ولمدة أسبوع كامل، إلى جانب فتح مستشفيات الشرطة على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة لتوقيع الكشف الطبي على الأشخاص ذوي الإعاقة وصرف العقاقير الطبية الخاصة بهذه الكشوفات حال الاحتياج لها وبالمجان، أيضا اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع في الفترة المسائية من الساعة الثالثة وحتى الخامسة مساء. تأتي هذه الإجراءات التيسيرية في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والمحدد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 ديسمبر من كل عام. هذا ويحتفل العالم في مثل هذا اليوم كل عام باليوم الدولي للأشخاص ذوي الهمم، وتولي القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كافة مؤسسات الدولة اهتماما غير مسبوق بالجانب الحقوقي الخاص بالأشخاص ذوي الهمم، إلى جانب دعم آليات دمجهم وتمكينهم في المجتمع ومشاركتهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في مصر. اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام يعد مناسبة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة للنهوض بهذه الفئة وبحث التحديات التي ما زالت تواجهها. ويهدف هذا اليوم الذي تم الإعلان عن الاحتفاء به عام 1992 بموجب توصية للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى زيادة فهم القضايا المتعلقة بالإعاقة والتذكير بأهمية إدماج ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية. وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة يعيش ما يقارب 15% من سكان العالم مع شكل من أشكال الإعاقة، من بينهم أكثر من 100 مليون طفل، وتوجد نسبة 80% منهم في البلدان النامية، ما يجعل التعاطي الجدي مع موضوع النهوض بأوضاعهم وتحسين ظروف عيشهم من بين أولويات الأجندة الأممية والوطنية. وعلى المستوى المحلي حظيت قضية الإعاقة ووضع المعاقين بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باهتمام خاص، وشكلت محوراً أساسياً على الأجندة الرئاسية، حيث حرص الرئيس السيسي على تنظيم مؤتمر خاص بذوي الاحتياجات الخاصة سنوياً تحت عنوان قادرون باختلاف، والالتقاء بالنماذج الناجحة منهم في المجالات المختلفة بشتى الفعاليات، مع السعي المستمر لتذليل الصعوبات أمامهم والإشادة بالإنجازات التي يحققها ذوي الهمم في شتى المجالات. أعلن استجابتي لدعوة شباب مصر بإعلان العام 2018 عاماً لذوي الإعاقة، والذين يستحقون منا جميعاً المزيد من الاهتمام بهم وتعظيم رعايتهم. وكان تخصيص عام 2018 عاماً لذوي الاحتياجات الخاصة من أبرز دلائل اهتمام الدولة بهم. قانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 10 لسنة 2018 الذي ينص على حقوق وامتيازات عديدة لهؤلاء الأشخاص،
سواء في مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش، وذلك لحمايتهم من الأزمات والكوارث ولتحقيق الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية لهم، وهو ما جعل ذوي الاحتياجات الخاصة يعيشون عصرهم الذهبي. شكراً لك، شكراً لكل مجهودك، لكل المعاقين. في القاهرة أعلنت مؤسسة حياة كريمة تواصل فعالياتها الهادفة لتطوير سائر قرى مصر. في أقصى صعيد مصر تواصل قوافل وصل الخير 4 توزيع صناديق الحماية الاجتماعية على المواطنين، إذ وصل فريق مؤسسة حياة كريمة بمتطوعيه إلى المواطنين الأكثر أحقية في قرى فاو بحري والخروعة وأبو مناع غرب والصمتة ومدينة دشنة في مركز دشنة بمحافظة قنا. كما استمرت فعاليات مبادرة أنت الحياة بالأخضر في يومها الثاني بقرية المعصرة مركز ملاوي بمحافظة المنيا، مستهدفة كل الفئات والأعمار بهدف تنمية الوعي والمساهمة في بناء الإنسان المصري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة وضع فكر وبنية الإنسان نصب أولويات كافة الأجهزة والمؤسسات. شارك مؤسسة حياة كريمة في أنت الحياة بالأخضر بمحافظة المنيا عدد من الجهات الشريكة للمؤسسة، على رأسها وزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة والمجلس القومي للمرأة وجامعة المنيا. أما في قرية الحصص بالدقهلية فقد نظمت مؤسسة حياة كريمة أكبر مائدة طعام لعدد 1200 شخص، وتم ذبح 10 عجول وتوزيعها على أهالي القرية. تستمر الفعاليات المختلفة للمبادرة حتى 6 من شهر ديسمبر، على أن تجوب مبادرة أنت الحياة كافة محافظات الجمهورية. في القاهرة أيضا أعلنت وزارة الداخلية مدى فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري. حيثما توجد مبادرة كلنا واحد توجد التخفيضات على كافة أنواع السلع، فالمرحلة 23 من المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية برعاية رئيس الجمهورية وقررت مد فعالياتها حتى نهاية شهر ديسمبر، وفرت كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل إلى 60%، وهي امتداد لمراحل المبادرة السابقة التي انطلقت للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية، وهو الهدف من حرص الوزارة على مد فعاليات المبادرة. حبك علينا بلدي فرد وهنبقى جنبك للنهاية. مشاركة واسعة من كبرى السلاسل التجارية وأفرعها المنتشرة على مستوى الجمهورية في هذه المرحلة من المبادرة، والتي تصل إلى 34 سلسلة ب 1051 فرعا على مستوى الجمهورية، وكلها موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. مشتركين في مبادرة كلنا واحد من أول ما بدأت بنوفر كل السلع من رز، مكرونة، سكر، كل السلع موجودة بكميات كبيرة ومتوفرة وبأسعار مخفضة تحت إشراف وزارة الداخلية. بشكر فعلا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة الجميلة اللي بيعملها، لأن فعلا الأسعار في متناول الجميع. يعني أنا تملي باجي هنا باخد كل السلع الاستراتيجية الموجودة هنا. الحمد لله رب العالمين، الحاجة متوفرة جدا، مبادرة كلنا واحد شغالة على حاجات كتيرة جدا، الأسعار ممتازة، كل حاجة الحمد لله فضل الله متوفرة، وده بفضل توجيهات السيد الرئيس. أنا اللي دايما ببقى واقف ليكي سد، ما بسيبش فرصة لأي حد يمس حبة من ترابك. وحرصت الوزارة على التنسيق مع كبار التجار والموردين لإقامة شوادر وسرادقات بالشوارع والميادين الرئيسية تتضمن معروضا كبيرا من السلع المتنوعة بالتخفيضات المعلن عنها. استمر فعاليات المبادرة حتى الآن بيترجم حرص وزارة الداخلية والسادة العارضين والمشاركين في المبادرة
على تنفيذ تعليمات السيد الرئيس، وهي ضروره الوجود مع المواطن، ضروره توفير السلع الاستهلاكيه اللي بيحتاجها المواطن. فاحنا بنطمن المواطنين من اللي هو المبادره معاكم موجوده في كميه كبيره جدا من المعروض، ودي كانت توجيهات السيد الرئيس، وبنفس الاسعار مفيش اي زياده فيها اطلاقا. الاسعار كويسه لحد كبير، وكل السلع موجوده وسعرها ارخص من بره، في الخصومات كلها شغاله. نشكر الرئيس طبعا على المجهودات اللي معموله دي، ونشكر وزاره الداخليه على المكان اللي متوفر هنا، وتوفير مكان او حاجه بالاسعار اللي زي دي مختلف عن الاسعار اللي بره، دي حاجه كويسه يعني. والله كنت جاي الخيمه في مبادره كلنا واحد، لقيت كل حاجه موجوده وكل السلع موجوده، وحتى الرز اللي كنت بلاقوش بره وتملي باجي عليه هنا موجود، والاسعار خياليه في متناول الجميع. وبنشكر سياده الرئيس وكل وزاره الداخليه كلها ومبادره كلنا واحد. انا اللي دايما ببقى واقف ليكي سد، ما بسيبش فرصه لاي حد يمس حبه من تراب. كما تم توجيه قوافل من السيارات المحملة بالسلع الغذائية إلى الشوارع والميادين الرئيسية والأماكن الأكثر احتياجاً لبيع السلع للمواطنين بأسعار مخفضة في إطار المبادرة بنسب تصل إلى 60%. مبادرة كلنا واحد بالتعاون مع وزارة الداخلية أتاحت لنا الفرصة، ساعدتنا كتير في التنسيق، إن إحنا بنروح الميادين والقوافل، بنخش الكرة في أماكن كتير. إحنا عاملين كميات كبيرة من الأرز متاحة من وزارة التموين بالتعاون مع وزارة الداخلية وبأسعار مميزة جدا. ومش لازم المواطن ياخد كميات كبيرة، كده كده العربيات موجودة كل يوم وبتوفر كل الأصناف، فالمواطن قادر ياخد المنتجات اللي هو محتاجها بس، وكده كده العربيات موجودة على طول وبتوفر كل الأصناف. المبادرة بتاع كلنا واحد جميلة صراحة، يعني السلع متوفرة كلها، والرز والسكر وكل حاجة، الأسعار جميلة، فرق عن بره طبعا. احنا بره بقى الحاجات دي أغلى، وفي ياريت المبادرة تبقى موجودة على طول. أنا جبت رز وزيت ودقيق لبيتي، بصراحة حاجات جميلة جدا، وبشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي وبشكر وزارة الداخلية. ربنا يخليك يا سيسي يا رب لمصر والشعب مصر. منظومة أمان ومن خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا على مستوى الجمهورية تتوفر فيها السلع، تشارك في المبادرة بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام، وجميع المنافذ موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر. كما قامت منظومة أمان بتوفير عبوات تحتوي سلع غذائية متنوعة وطرحها على المواطنين بأسعار رمزية. والله حاجة ب 150 جنيه، يا السيسي يعملها لنا ب 50 جنيه، كتر خير والله. فيها كيس مكرونه، كيسين مكرونه، وواحد رز، وواحد سكر، وواحد زيت، وفي تونه. فانا شايف ان الحاجات اللي فيها بصراحه اكبر بكتير، اكتر من القيمه اللي هي موجوده في اللي احنا دفعناها ال 50 جنيه. شكرا يا ريس على المبادره اللي حضرتك عاملها لنا، والاسعار كويسه جدا واحنا كلنا مستفيدين منها، وتحيا مصر. حبك علينا بلدي فرد، وهنبقى جنبك للنهاية. وتستمر فعاليات مبادرة كلنا واحد لتحقيق مزيد من تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل المتغيرات الدولية التي تؤثر على أسعار السلع، وبهدف تحقيق التكافل مع المواطنين. مبادرة كلنا واحد مبادرة إنسانية واجتماعية تحرص وزارة الداخلية على استمراريتها من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، وهو ما تسعى إليه المرحلة 23 من المبادرة التي توفر احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع بتخفيضات كبيرة تصل إلى 60%. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. في إيطاليا شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري عقب مشاركته في افتتاح النسخة الثامنة لمنتدى حوارات روم المتوسطية، شدد على أهمية توفير التمويل لدعم قطاعات الاقتصاد الأخضر ومواجهة تحديات التغير المناخي. هذه النسخة الثامنة لمنتدى حوارات روم المتوسطية يشارك فيها عدد كبير من وزراء خارجية دول حوض المتوسط في إطار تبادل الرؤى حول سبل تحقيق التوازن الإقليمي وتعزيز الشراكات الاقتصادية. أصدرت الرئاسة الفلسطينية بيانا شددت فيه على أن إعدام شاب فلسطيني في 23 من عمره بالقرب من نابلس برصاصات إسرائيلية يشكل جريمة بشعة ضمن سلسلة جرائم ترتكب يوميا بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل. اعتدنا على مشهد الجنازات الفلسطينية اليومية، ويبدو أن وتيرة ذلك المشهد ستزداد في قادم الأيام في ظل وجود حكومة متطرفة كالتي يشكلها رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف
بنيامين نتنياهو في بلدة حوارة شمالية الضفة الغربية استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال. أحداث فلسطين الجمعة لم تنتهي عند هذا الحد، إذ شهدت مناطق ومحافظات فلسطينية أخرى مواجهات مع الاحتلال. مصادر أمنية فلسطينية قالت إن أحد جنود الاحتلال أعدم الشاب عمار حمدي نايف بالرصاص الحي في بلدة حوارة بعد عراك نشب بينهما بالأيدي. من جهة أخرى تسللت مجموعة من المستوطنين من مستوطنة حومش المخلاة بواسطة دراجات نارية وهجمت مواطنا فلسطينيا أثناء تواجده في منطقة الكسور شمال شرق برقة بمحافظة نابلس. وفي بلدة بيت دجن شرق نابلس قمعت قوات الاحتلال مسيرة ضد سعي المستوطنين إلى الاستيلاء على أراض من البلدة، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع على المشاركين في المسيرة ما تسبب في إصابة العشرات بالاختناق. وفي قلقيلية غرب نابلس قمعت قوات الاحتلال مسيرة في كفر قدوم لمناهضة الاستيطان، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، وهو ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق، وجرى علاجهم ميدانيا. وفي بلدة تقوع الواقعة بالقرب من مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة وقعت مواجهات بين الاحتلال والفلسطينيين، أطلق فيها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع ما أسفر عن إصابة العشرات بالاختناق. أعلن القائم بأعمال رئيس ما يطلق عليها جمهورية دونيتسك الشعبية، أعلن تواصل تقدم القوات الروسية مع تضييق الخناق على قوات كييف التي تسيطر على مدينة إفدييفكا. وأضاف المسؤول إن القوات الروسية تقترب من النقاط التي تقصف منها قوات كييف المناطق السكنية في مدينة دونيتسك، مؤكدا أن القوات تعمل على إبعاد القوات الأوكرانية في أسرع وقت ممكن. وكانت سلطات دونيتسك قد أعلنت مقتل ما يزيد على 3 مدنيين مع إصابة ما يقرب من 10 آخرين جراء قصف أوكراني لمناطق سكنية بالجمهورية الجديدة. القتال لا يزال محتدما شرقي أوكرانيا، حيث تستهدف المدفعية الروسية بلدة بخموت بصورة رئيسة، في حين لا تزال القوات الروسية في موقف دفاعي بمنطقتي خرسون وزابوريجيا. القتال استمر بين القوات الأوكرانية والروسية في خرسون وعلى أطراف مقاطعة ميكولايف جنوبي أوكرانيا، حيث تجدد القصف على محطات المياه في أوتشاكوف. حاكم إقليم خرسون أفاد الجمعة بمقتل 3 وإصابة 7 بجروح في قصف روسي خلال 24 ساعة الماضية، وقال إن العاصمة الإقليمية خرسون التي حررتها القوات الأوكرانية في منتصف نوفمبر وأجزاء أخرى من المنطقة تعرضت للقصف أكثر من 40 مرة خلال تلك الساعات. ومع استمرار القصف الروسي على خرسون ناشدت السلطات الأوكرانية سكان المقاطعة ضرورة النزوح إلى مناطق أكثر أمنا، وأكدت أنها وفرت حافلات وقطارات لنقلهم، وأعطت الأولوية في المرحلة الأولى لكبار السن والنساء والأطفال. من جانبها قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن سلاح الجو الأوكراني نفذ نحو 20 ضربة على مواقع تمركز القوات الروسية، واستهدف منظومات صاروخية مضادة للطائرات ومراكز تحكم وسيطرة وأهدافا أخرى. واتهم الجيش الأوكراني القوات الروسية بشن 30 غارة على مواقع قواته وأكثر من 35 هجوما صاروخيا على مناطق مأهولة بالسكان عند خطوط التماس. وفي زابوروجيا شن الروس هجوما صاروخيا استهدفوا فيه البنية التحتية والصناعية، وحذرت قيادة عمليات الجنوب الأوكرانية من هجوم صاروخي روسي كبير على جنوب أوكرانيا خلال الساعات المقبلة.
من جهتها قالت سلطات منطقة نيكوبول الأوكرانية في مقاطعة دنيبرو إن الروس قصفوا المنطقة فجر الجمعة بأكثر من 40 قذيفة مدفعية استهدفت مواقع سكنية فارغة. وفي دونياسك ذكرت قيادة الأركان الأوكرانية أنها صدت عدة محاولات روسية للتقدم فيها وفي لوغانسك أيضا، وأضافت أن ضربات صاروخية روسية استهدفت البنية التحتية في مقاطعتي دونياسك وخاركيف. أكدت السفارة الروسية في الولايات المتحدة الأمريكية أن الطلب على النفط الخاص بها في السوق العالمي سيستمر حتى بعد فرض سقف لسعره من قبل مجموعة السبع وأستراليا. وأضافت السفارة أن الدول الغربية تحاول تعديل المبادئ الأساسية لعمل الأسواق الحرة وفقا لمصالحها وغاياتها، وهذه الدول تكتم حقيقة وجود اختلالات حالية في مجالات الطاقة العالمية. يذكر أن دول مجموعة السبع وأستراليا توصلت إلى توافق حول فرض حد أقصى لشراء النفط الروسي المنشأ بسعر 60 دولارا للبرميل. في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا أكد مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون كيربي أنه لا نية لدى الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد لقاء مع نظير الروسي فلاديمير بوتين حاليا، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي لم يظهر أي ميل لإبداء اهتمام بأي حوار من أي نوع. ورحب كيربي بتوصل الاتحاد الأوروبي لوضع حد أقصى قدره 60 دولارا للبرميل على النفط الروسي المنقول بحرا، مضيفا أن الصفقة يجب أن تساعد في الحد من قدرة الرئيس الروسي على تمويل آلة الحرب الروسية في أوكرانيا. هذا وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق في العاصمة البلجيكية بروكسل على حد أقصى لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارا للبرميل بعد أن دعمته بولندا التي كانت ترفض ذلك من قبل. خطوة جديدة ومهمة يخطوها الاتحاد الأوروبي على طريق تقليص اعتماده على مصادر الطاقة الروسية. الاتحاد الأوروبي توافق على تحديد سقف سعر الخام الروسي ب60 دولارا للبرميل بعد أن دعمته بولندا التي كانت ترفض من قبل، مما يمهد الطريق للموافقة الرسمية مطلع الأسبوع. وتنص الوثيقة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية على إضافة هامش محدد ب5% أقل من سعر السوق في حال انخفاض سعر النفط الروسي إلى ما دون عتبة 60 دولارا. وارسو كانت تقاوم المستوى المقترح في الوقت الذي فحصت فيه آلية تعديل لإبقاء الحد الأقصى أقل من سعر السوق، وضغطت في مفاوضات الاتحاد الأوروبي كي يكون الحد الأقصى منخفضا قدر الإمكان لتقليص الإيرادات لروسيا والحد من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا. تحديد سقف للسعر هي فكرة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى بهدف تقليص عائدات روسيا من بيع النفط ومنع ارتفاع أسعار النفط العالمية بعد بدء تنفيذ حظر الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي في 5 ديسمبر. ويفترض أن يمنع نظام الاتحاد الأوروبي الشركات من تقديم خدمات تسمح بالنقل البحري مثل الشحن والتأمين وغيرها للنفط الروسي بما يتجاوز الحد الأقصى البالغ 60 دولارا، وذلك لتقليص الإيرادات التي تجنيها موسكو من عمليات التسليم إلى الدول التي لا تفرض حظرا مثل الصين أو الهند. تقدم دول مجموعة السبع حاليا خدمات التأمين ل90% من الشحنات العالمية، والاتحاد الأوروبي هو لاعب رئيسي في الشحن البحري مما يؤمن قوة ردع ذات مصداقية، لكنه يؤدي أيضا إلى خطر خسارة أسواق لصالح منافسين جدد. روسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، ومن دون تحديد هذا السقف سيسهل عليها الوصول إلى مشترين جدد بأسعار السوق. بهذا التقرير مشاهدينا الكرام ننهي هذه النشرة، إليكم أهم ما فيها. في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم، الداخلية تعلن عن إجراءات تيسيرية لهم
بدءا من اليوم ولمدة أسبوع. روسيا تتجه لحصار باخموت في دونيتسك وتدمر مواقع للقوات الأوكرانية باتجاه زابوريجيا. البيت الأبيض يقول إن تحديد سعر النفط الروسي سيكون له تأثير في الحد من قدرة بوتين على الحرب. ولمزيد من التفاصيل تابعونا وزورونا دائما على موقعنا على الإنترنت nile.eg. دمتم في أمان الله.